نحن هاي محافظة إدلب يعني مشهورة بالزيتون وبالزيت، ومثل ما بتعرف يعني أنت مضطرين إني بنا تنك لاحتواء الزيت، عم نجيب من وين؟ من منطقة النظام، عم تدفع يعني احتكار التجار لسعر التنكي عم توصل لعنا دبل، عم بيضطر المواطن عم بيدفع حق التنكي دبل هون، ومضطرين عليها، عم نضطر كنا بنجيبها من طرطوس ومن هذيك المناطق يعني، اضطرينا ان اجت براسنا هالفكره اني نعمل معمل تلك بهالمنطقه، هو معملنا هذا الاول هون بمحافظه ادلب، معمل الاول هون، والحمد لله رب العالمين يعني لاجل اني اضطررنا لهالماده هاي ماده التنكي، هي العبوه التنكي عملناها ونجحت الحمد لله رب العالمين، ولقيت اقبال كثير كويس يعني، حتى صار في اكثر من معمل بسبب هالشغله هاي، والحمد لله رب العالمين ما بقى في حدا لا يتحكم بالسعر لا يتحكم بالجزا، وسعر كثير مقبول صار مطروح السوق يعني.